مناديل يا بيه، مناديل بجنيه، مناديل يا اناسه، النضافه كويسه. كتر خيرك. جنيه؟ شكرا. يا بيه مناديل بجنيه. البحر يا بيه. بتمت بيتك بتوك في مجور عجين مقرح ومصدي يا مزيت يا مشحم. جر من هنا اقعد، خليني اشوف اكل ايه. ما كانش جحرك يا بيت ولا جحرك يا حيلتها. المكنه دي بتاعت كلباله وانا هنا مكانه. مش تقولي من الاول ان انت تعرفي كلباله؟ واقول لك ليه بقى يا عفش منك له؟ ولما انتوا عارفين ان المنطقه دي بتاعت كلباله جايين تصطادوا فيها ليه؟ بقول لك انت وهو اللي هيقرب لي هعرقبه 111 وهقطع له لساني من لغلوبه. يلا جر عجلك. خلاص يا ولا امشي. خلاص ما قلنا لك مشيت. جر يا جر يا ايه كلبالة، ايه رايك كده بقى؟ عديتي من الاختبار الصغير، بس خدي بالك العيال دي اساسا عيال سيس. بيس بيس بلاش بيس دي والنبي. قولي قشطة أو جوز اللوز. جوز اللوز حلوة، بس بيني وبينك أنا كنت بهر بهر مرعوبة. الخوف موجود على طول، الشارع عودني عليه، بس اتعلمت أقف قدامه عشان أعرف أعيش. طب بقول لك إيه يا كلبالة، أنا كده إيه رأيك؟ جاهزة ولا لسه؟ أفتكر إنك دلوقتي جاهزة. كفك. لقد قررت أن أحرك العالم ضد قتلة البراءة، فلابد للعالم أن يتجدد، ولابد للشر أن يتبدد، ولذلك قررت دخول هذا العالم من قاعه، والإنغماس فيه، والتعايش مع أفراده كواحدة منهم، حتى أصل لأعماق أعماق هذا المجتمع، والكشف عن خباياه. هذا هو دور الصحافة الحرة الحقيقي. غدا هو أول أيامي في اختراق جحور الشوارع، وليعلم الجميع أني إذا مت في سبيل ذلك أني كنت في شغل، كنت بحاول أقوم بدور إيجابي في المجتمع، وأني ما تجننتش ولا انحرفت. بكرة أول يوم سقسقة، مش عارف يا عالم هرجع إنجي تاني إمتى. إنجي لازم تشجعي نفسك، أنت في مهمة وطنية. هي دي الروح. نراجع بقى، نراجع. خوريو خوريو. برافو برافو انوش، برافو. جنيه يا باشا، جنيه. هات جنيه يا باشا، هات جنيه يا باشا، هات جنيه يا باشا، هات جنيه يا باشا. يطعمك ما يحرمك. هات جنيه يا باشا. معلم صامبو تفكرك اتعكاش هتريك اتجوزت، مين الموزه دي؟ دي سقسقة، وابعد عنها احسن لك، اصل هي بتفطر على العيال. انا جعانه يا كلباله. معلش بلاش تاكلي كالوشه، اصل طعمه زباله مش هيعجبك. وهاكل ايه فيه بقى ده المعظم المدود المعصعص؟ ماليش فيه، هتيجي معايا. المعلم صامبو عاوزك حيا او ميت. عايز تاخد بونت عند المعلم عافيه؟ لو انت مكاني كنت هتعمل كده. كده كده كنت رايح المعلم عشان عايز تقوم سقسقه للعشيره. وابعد عن سكتنا احسن لك.
شكلي كده هفطر على عظم النهارده يا كلابالة. ما بخافش من حد كده. طب تعالى بقى. طعمه زبالة. قلتلك ده طعمه زبالة ونمت في الزبالة، كل حاجة في الزبالة قلتلك. أنا كنت فاكرة استعارة مكنية، طلعت تشبيه صريح. أنا افتكرتك قاعدة اتعكشت ولا هبقت كده، رحت كده ولا كده. أه؟ بس لولا إنك تخلي بطاطي جايب لي معاك حاجة حلوة. أنا كنت هفتكرك بقى رحت اعترفت في عشيرة تانية. أنا كلا صباعك الكبيرة كبير ده من عشيرة. أصيل أصيل يا ده، أنا كنت فاكر إن خانتك الزبالة اللي كناها سوا. الزبالة ما بتخونش غير أولاد الناس كبير. بقول لك أصيل يا ابن الحرام. تربيتك يا كبير. وأنت مين بقى يا أمور؟ أنا سأسأ. سأسأ لا تحلو. إيه؟ سأسأ لا تحلو. يعني إيه؟ هو اسمي كده. اسمك كده؟ البنت دي مين يا؟ دي بنت ناس جرى عليها الزمن. بس شكل ربنا بيحبك والدنيا هتفتح في وشك. انا غلبانه وعايزه اعيش في ظلك يا كبير. بتعرفي تقشفر يا بت؟ ده انا مقشفره على الاخر خالص. ملهاش في النشله يا كبير، تعرف بعون الله تطلع القرش ونجيب الزبون لكنها ساحر. خلاص هنحطها تحت الاختبار، ولو نفعتي هرقيكي، ولو ربنا بيحبك هيخلينا نحب. الله يخليك يا ريس، عجبك يا ريس. انا كنت ناوي اقطعلك ايد، اقطعلك رجل، بس انا بصراحه لقيتك حلوه وعجباني وقلت اسيبك بقى. جايز افكر اتجوزك. يا نهار اسود، يعني هيقطع دراعي ورجلي يا هيتجوزني؟ تحقيق صحفي ايه ونيرت ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا هسلمك البنت دي امانه في ايدك. ها تعلمها اصول كارنه واللوائح بتاعت العشيره، تمام؟ انا اهم حاجه عندي الانضباط. اهم حاجه عندي ايه؟ الانضباط. مهم انت النهارده بعد الطابور تحلفي بقى القسم. ماشي؟ سلام عليكم. قسم كلابالة؟ هو ايه الطابور والقسم اللي بيقول عليهم دول؟ قسم الولاء طاعة بعد طابور الليل. انتي كده عديتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عديت من الخطر الحمد لله. عديتي للخطر، دخلتي جوه. انا جوه هناك في الخطر؟ انا؟ الله يطمنك، انا عايزه اروح. امدي قلبك ما تخافيش. يعني انا لو اكتشفوني هتدافع عني؟ طبعا الله يعرفك. يا نجي ما تمرش فيك البسطرمة، كويس البسطرمة قد كده اللي كلتها. واطي خدها كلابالة، اديها القسم تحلفه. معلش يا باشا انا مش بعرف استقرا، فيعني حضرتك قول وانا اقول ولا اقول. ناقصها علام. قولي ورايا. اقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصة، أن أحافظ مخلصة على نظام العشيرة، على نظام العشيرة وترابط أفرادها، وترابط أفرادها وسلامة أراضيها، وسلامة أراضيها. وأتعهد بأني، وأتعهد بأني هقسم مع زمايلي الحلوة والمر، هقسم مع زمايلي الحلوة والمر. صح، اللقمة والهدمة، اللقمة والهدمة. لاني ملكوهم، لاني ملكوهم. ولان الزباله في دمي، لان الزباله في دمي. زي ما هي في دمهم، زي ما هي في دمهم. والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. تحيا عشيره سامبو الجامبو، تحيا عشيره سامبو الجامبو، تحيا عشيره سامبو الجامبو، تحيا عشيره سامبو الجامبو. اثبت يا عليك السلام وبركات اللقمه الحرام. حرمت عليك عيشتك يا ابن الحرام، وقعتك سودة معايا. انت من النهاردة تخصينا، بقيت واحدة مننا يعني، واللي يخصك يخصنا. تحت أمرك يا ملك مقالب الزبالة والخرابات.
لا 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 انا ما بحبش الجمايل. انا عايز منك شغل وبس. طبعا يا باشا، وفي غير الشغل ده، الشحاته دي يا باشا بتجري في عروقي كده. اه يعني سعادتك لو القرش ما وقعش في حجرنا من ذات نفسه اديله مقص يقع في حجرنا على طول. شكلك خبره بنت، وتعمري معايا. الله يخليك يا ريس. الأهم حاجة عندي الأمانة والشرف. الأمانة وإيه؟ والشرف. أيوه. معلش لا مؤاخذة، المحفظة بتاعت سعادتك ما ينفعش يعني أعلم عليك في أول يوم كده. بتاعت أنا؟ لا مؤاخذة. لا أمينة يا بت. هو كده حرام يلف يلف ويرجع لصاحبه. ده الحرام يجري وراك يا ريس إيه آخر الدنيا. وأنت اسمك إيه بقى يا حلوة؟ خليكي في حالك يا بت. يا اخويا دينا بندردش، عايزه اتعرف. انا اسمي سقسقه. ها سقسقيلها تحلو. وانا صافي. عاشت الاسامي. وانتوا بقى اساميكوا ايه؟ انا اسمي عوني ببيع مناديل. عوني يا حبيبي قلب امك، صغير كده واسمك عوني؟ معلش غلطه وتتصلح، قصدي يعني غمه وتنزاح. لا بس اسمك زي الفل. وانت اسمك ايه؟ اسمي شرف، بمسح تحت العربيات. شكلك كده البلطجي بتاعها. بلطجي مين؟ ده غلبان ومالوش فيها. غلبان ومالوش فيها؟ وانت بقى اسمك ايه؟ انا سميرة، بشحت من الموزز قدام المطاعم. انا ولاد اللي اسمه قمح اللي بيلعب كوتشينه هناك ده. ايدك يا ده، انا عايز جنيه لو مش قد اللعبه ما تلعبش. وانتوا على كده بتشتغلوا كلكم مع بعض؟ المجموعه دي بس بيشتغلوا مع بعض مع المعلم مكاوي وحسين الكيوت. حسين الكيوت؟ ده مكاوي ده يدتي لما حسين الكيوت طيب بيشتم بالام بس. طيب بيشتم بالام بس. وانت يا سميرة انت منين يا حبيبتي؟ يا اختي. يا اختي؟ يا اختي انا اعرف منين؟ انا وعيت لقيت نفسي مع صامبو وهو مشغلني مع مكاوي وحسين الكيوت وما اعرفش حد غيرهم. انا بقى عارف اهلي بس مش عايزه اعيش معاهم عشان كل شويه شتيمه وضرب لحد ما زهقت. يا سلام، يعني انت اللي هنا عايش متهني؟ يا اختي ما كله محصل بعضيها اهو، كله شغل وخلاص. طب ما انا كمان ابويا مشغلني انا وامي واخواتي، هو قاعد في البيت بيشرب حشيش وبيسكر على قفانا. الموضوع مش سهل. انا دخلت عالم كبير، ضحايا اطفال بيستغلهم غلان ما يعرفوش الرحمه. يا ترى هقدر اعمل لهم حاجه؟ تعالى نقعد في الضله دي، انا مش قادره. انا خلاص كده بقيت من العشيره، والمعلم بتاعك ده بقى في عبي كده، خلاص مش لازم نشحت. طبعا لازم، صامبو ممشي ورانا عيونه. يا مامي يعني احنا متراقبين؟ طبعا، ولازم تثبتي ولائي. يعني ايه هنشحت فين؟ انا تعبت بقى، تعبت. طبعا، ولازم تثبتي له انك شحاته بريم عشان يثق فيكي يرتاح. يعني انتوا بتذلوا نفسكم للي يسوى واللي ما يسواش، وفي الاخر بتدوا الفلوس دي كلها للي اسمه صامبو؟ ده شغلنا، واللي خسر معاه يعجزه. يا سلام، ما احنا ممكن نقول له ان ما حدش ادانا حاجه. احنا بيتعدى علينا كل حد يوطي يدينا حاجه، واللي خنصر ما يرد يقطع صوابعه. يا مامي ايه ده؟ ده عصابه بقى، مافيا، مش مجرد عيال صيع وخلاص. طب انت فاكره نفسك دخلت عشان صامبا عشان تتفسحي؟ ده انت دخلت عش الضبابير. والضبابير دي ملهاش عندي غير الشبشب. لعلمك بقى صامبو ده انا هجيب قراره وهخلي الحكومه والبلد كلها تقوم عليه وهتشوف. انا مش دعوه بالكلام ده، ولو صامبو كشفك ولكني اعرفك. يا سلام، لا رجوله ياض. طب غوري تعمل ايه عندك؟ بشوف حيوان اكلها. يا سلام، وناكل من الزباله ليه بقى؟ ما احنا معانا فلوس كتير اهو، ممكن نروح نجيب اي وجبتين كومبو. كومبو؟ احنا لو اتغدينا كومبو هيتعشى بينا صامبو. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ما ينفعش نصرف جنيه من الفلوس دي، ولازم ناكل من الزباله. ليه؟ قوانين العشيره؟ دي قوانين الناس اللي عايشين زينا. لا بقى، انا مش ممكن اكل من الزباله حتى لو هموت من الجوع. ما انت لو ما اكلتيش من الزباله هتموتي بطريقه تانيه. على ايه صامبو؟ والله احسن ما اموت من القرف. قرف ايه؟ قرف ايه؟ انت مش شايفه نظيفه ازاي؟ دي لسه مرميه طازه زي ما انت
شايفه ما شاء الله الزباله نظيفه قوي ما شاء الله. ايه ده دي عليها حشرات دي بتمشي ليه ده حشرات مفيده كلها فيتامينات انا مش عايزه فيتامينات انا شكلي مش هكمل المهمه دي على خير ليه حاسه ان نظام بوك شفت لا حاسه ان انا هموت من التسمم مامي اتاخرت قوي النهارده شفتي الاهمال دلوقتي ميعاد غدا وهي لسه ما جاتش امها اتاخر زمن انت كل اللي فارق معاك الغدا انا قلقانه عليها بجد ما تخافيش هتلاقيها عندها شغل زياده بقت كل يوم بتتاخر عارفه يا بنتي انا النهارده ولا هذاكر ولا هعمل امورك ليه اضرب لحد ما هي تيجي انا عمر وحشني قوي وحشني انا كمان والله شايفه مامي وبابي بيعملوا فينا ايه مام اكيد غصب عنهم هما برضو بيتعبوا عشان بس احنا كده مستقبلنا هيضيع بابي على طول مسافر ومامي على طول في الشغل وبترجع بالليل وعلى طول تيتا سايبانا وقاعده مع عمر احنا لازم نحاول نشيل المسؤوليه زي كلابالا حتى كلابالا ما بقاش موجود احنا لو اتشردنا دلوقتي هنروح فين نفسك كده معلش بكره تتعودي لا لا انا مش ممكن اتعود على حاجه زي دي ابدا ما انت لازم تتعودي على اكل الزباله مالكيش غيره طول ما انت معانا لا انا مش زعلانه خالص على اكل الزباله بالعكس ده طلع طعمه حلو قوي امال بتعيطي ليه انا زعلانه عشان كرامتي اللي اتبهدلت كتير معلش عرق الكرامه ده شيلي من دمك احنا شحاتين وبناكل اكل عيش ده شغلنا لا انا مش زعلانه على كرامتي اللي اتبهدلت النهارده مش شحاته ابدا بالعكس انا زعلانه على كرامتي اللي اتبهدلت بالصحابه سنين وزعلانه على السنين الطويله اللي عدت من غير ما اشحت عارف انا لميت كام النهارده انا النهارده لميت في يوم واحد اللي ما لميتوش في شهر في حاله في الصحافه الصحافه دي بتاكل حد عيش لا انت عارف الشحاتين في مصر بيكسبوا اكتر من المصريين اللي شغالين في الخليج والله ما شغلانه الشحاته لمت ايوه لمت انت عارف انا وعلي ضيعنا عمرنا كله في الصحافه وكلام فارغ ما انتي كام يوم هترجعي للكلام الفارغ ده هو انا بصراحه يعني كلابالا بفكر ان انا اكمل معاكوا هنا واقعد معاكوا في العشيره بقى بصراحه ساسا بتكسب اكتر من انجلي كتير انت الكلب دي وبعدين حاسه ان انتوا كده بقيتوا عشيرتي واهلي ها كتير لا فلوسي في ايه لا والله برافو عليك يا بنت ساسا خدي مش خساره فيكي نافع دي عشانك متشكره يا كبير افهم من كده ان انت راضي عني يا ريس طبعا راضي عني انت عارف الواد كلابالا ما كانش بيعرف يلم نص اللي لمه وهو معاك توجيهاتك يا كوتش انت عارفه يا بت يومين زي النهارده كده واخليك برنسيست العشيره دي كلها كتر خيرك يا برنس العشيره بس انا بسبب شغلنا ما بشوفش غير الاشكال العفشه كنتش متخيل ان هلاقي واحده حلوه بصيره تقصد ايه انا سنجل يا بت اللي هو ايه السنجر ده؟ سنجل؟ لا يعني بدور على نص التاني طول عمري بنفسي كده نفسي نفسي الاقي واحده بنت حلال اتلم معاها في خرابه واحده وماله يا ريس ده انت برنس اي حد يتمناك بس انا بصراحه عشان انت عجباني انا مش عايز اكذب عليك عايز اقول لك الحقيقه قول يا ريس قول ما هو عشان الريس يعني انت مش البيك بوس الريس اللي هنا؟ لا أنا الراجل التاني إيه ده الرشدي قباظة؟ يا بنت افهمي أنا كبير العشيرة دي بس مش الكبير قوي لا طبعًا مش الكبير قوي ده أحمد مكي الكبير قوي استغفر الله العظيم يا رب أنا الدراع اليمين والكبير قوي هو العقل آه يعني أنت مش المخ؟ لا أنا العضلات أمال المخ فين بقى؟ المخ لا محدش يقدر يشوفه غيري ليه بقى ان شاء الله عفريت؟ لا اصل هي ما بتحبش حد يعرف عنها حاجه ايه ده هي واحده ست؟ مين اللي قال لك؟ انت لسه قلت ما هي انا ما قلتش حاجه انت هتوديني في داهيه لا انت قلت ما هتخ...
قول بص سرك في بير الكبيرة في بير. اسمعيني بس، اصل انا لو قلت هتدبح انا وانتي. ها؟ كلامك طلع صح يا كلابالا. انت عارف سامبو مش هو الكبير. عرفت منه مين هو الكبير؟ عرفت منه مين هو الكبير؟ لا خاف يقولي. اول مرة اشوفه مفرفر كده، واضح انها مسيطرة. مين دي مسيطرة؟ الكبيرة رئيسة العصابة بتاعتك طلعت واحدة ست. ست؟ يعني اللي خطفنا من اهالينا واللي مشردنا ومعلمنا السرقة والشحاتة واحدة ست؟ ست؟ مالك بتقولها كده؟ ايوه واحدة ست. مالك معترض يا ابني؟ الستات مش سهلين. ده مخطط ارهابي ما يخرش المية. اللي عمله مش سهل ابدا. دول مجانين. مين دول المجانين؟ احترم نفسك، انت هتعمل لي فيها ابو الليف؟ انا مش مصدق ان كل ده تعمله واحده ست. سلام جرى يا بيسي، ده احنا لحمنا بلدي مكندز ما نتاكلش، وان اتاكلنا عضمنا ركب ما نتهرش، وان اتهرشنا نشرخ في الزور ما نتبلعش. الله عليك يا مزغنجي. احبك يا ستاموني مهما الناس لاموني. طب قولوا معايا. زلال حاضر ابو الراحه. يلا بتفك الكلبشات يا عسكر. ده كله بتفك الكلبشات. لو سمحت يا فندم. نعم فضلني اقف هناك لحد ما اندهل. معلش ممكن حضرتك اعمل مكالمه للمحامي بتاعي؟ اتكلمي على ايه؟ على التليفون حضرتك. طب ايه رايك تكلميه على سكايب حتى يبقى فيس تو فيس؟ كويس برضو، بس لا التليفون احسن. التليفون احسن. والنبي يا بنت التايهه. لا لو سمحت الا ماما. حضرتك ترضى حد يغلط في مامتك؟ انت تغلطي في امي. لا لو عايزه تجيبي سيرتها تجيبي سيرتها في الخير، هي تحبك وتدعيلك. ربنا يخليها لك يا رب، ادعي لها على طول. قولي لي بقى، انت عايزه محامي؟ يا ريت لو سمحت. ده حقي، حقي اللي بيكفله لي الدستور. دستور؟ ايه ده؟ البنت دي بتتكلم في السياسي. اجري يا بنت اقف هناك، اقف هناك وشك للحيط وقفاكي لي، او قفاكي لي ووشك في الحيط. ايوه لا التانية احسن عشان بتخنق. يلا بنت الجره هناك يا بنت، اقف هناك لحد ما الظابط حسين يجيك. حاضر بس لو سمحت قول له ما يتاخرش عليا. لا ما تخافيش، ده هو جاي في توك توك. انت اعتذري معايا، اتفضلي اتنين اقف هناك. حاضر كلك ذوق. بتقولي لهم انك انتي صاحبيه. بس يا حسن نتكشف. بدي اموت لو مش عارف. تقلقش ما تقلقش، انا اعرف الظابط اللي موجود هنا، وبعدين ما حدش يقدر يقرب لنا، البلد فيها قانون. كفايه. تمام يا فند. جدع يا عسكري بول، اول مره تفكر صح. كويس انك جبتنا في المكتب ده. تموها يا باشا. ايوه انجي، انت ازاي تعملي كده؟ انت فاكر نفسك ظابط مباحث؟ في ايه؟ انا صحفيه ومن حقي اعمل اي حاجه وكل حاجه علشان اكشف الحقيقه وافضح الجريمه. ولما انت تكشفي الحقيقه وتفضحي الجريمه انا اعمل ايه؟ العب بنات. الله حمد بنات. يو جاتكو ايه؟ اخرس. حاضر يا بيه. في ايه يا حسين؟ لازم الشرطه والصحافه يتعاونوا لمصلحه الشعب. انجي العصابه دي لو كشفتك هتتشقلط؟ لا يا فندم مش هتشقلط ولا حاجة، لأن أنا بيعتبروني واحدة منهم دلوقتي. إنجي العصابة دي لو كشفتك هيفتكروا إنك شغالة معانا، وهتضيع عليا تحريات سنة كاملة، ومش هنعرف نوصل لهم تاني. لا ثانية واحدة، الفلاشة دي يا فندم. أيوه انزل بالطول بقى عشان أكمل. الفلاشة دي يا فندم عليها كل الصور، كل المعلومات اللي أنا جمعتها، وقريب قوي هوصل لرئيس العصابة. انجي ما تستهبلش يا حسين وسيب إيدي. مصر عمرها ما هتنسالك الجميل ده أبدا يا انجي. الفلاشة دي كام جيجا؟ 164 جيجا. مش خسارة في مصر يا فندم. مش خسارة في مصر أبدا. بس الفلاشة دي أنا هحتاجها بعد المهمة. بس الفلاشة دي كده ملهاش أي لازمة.
لان احنا قدرنا نوصل للبوس الحقيقي. ايوه البيج بوس. انا عارفه دايما يطلع بسجاره جنبه قط بلدي عمال يفعص فيه. وحتى بالاماره اسمه شامبو. حتى بالاماره لا خالص، اسمه سامبو مش شامبو. وبعدين انت بتقول عليه لبخش والحاجات دي، سامبو ده يبقى نائب رئيس العصابه او مساعد رئيس العصابه. دراعه اليمين يعني. ايوه دراعه اليمين. برافو عليك. اللي بياكل القطه اللي بخخ دي. اما مين هو رئيس العصابه؟ عم مغاوري الجنايني؟ مغاوري ايه؟ رئيس العصابه مفاجاه، واحده ست حلوه زي القمر بس لسه مش شفتهاش. خساره، كان نفسي اروح اشوفها انا كمان. حلوه قوي. احنا كده بقى نطبخ الخطه، ها، عشان ما حدش من بقيه الاسم ياخد باله. نطبخ الخطه وانت كله اكل كده يا حسين؟ اه هعمل ايه طيب؟ بص بقى، احنا هنكمل الخطه عادي. وهنزلك مع بقيه العصابه تقعدي في الزنزانه معاهم، وهنكمل بقيه المشهد عادي. انت اسمك سقسقه، وهقعد اشتمك وهزق فيكي قدامهم. طب بس بلاش ضرب، ها؟ شويه نكمل يا باشا. كمل. يلا يا بنت قوموا نجري قدام. يلا يا سعسعة. يلا يا سعسعة قدام البيت. حاض قوم حاض. يلا نجري على الزنزانة. يلا يا بنت على الزنزانة قدام. عم 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 اها وا وا وا. الست براديس جايه دلوقتي، ها؟ وبعدين لولا ان انا واثق فيكي ما كنتش هخليكي تشوفيها. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا ما اشبهش؟ لا ما عادش ينفع اشوفها غيري. لا بقول لك ايه، انا شرطي عشان اتجوزك لازم تطلبني من رئيسة العصابة. انا بنت عصابات محترمة. اهلا يا معلمة. اهلا يا سام. خير؟ مين العمورة؟ انا سقسقة. سقسقة يا ست الستات، سقسق لها تحلو. بس بنت شاطرة وعلى كيفك يا معلمة. انا جربتها بعدين فصها نضيف، وانا بستأذنك اتجوزها. ما تتجوزها. ماشي. عندك اي خرابة؟ ايه اللي منعك؟ لا حضرتك، انا قلت له ما ينفعش يتجوزني من غير ما ياخد رأيك يا ست برديس. ده انت بيج بوس. بيج بوس؟ تايلها يعني يا سامبو. سأساء ست برديس دي بتساعدنا وتعطف علينا، ملهاش علاقة بالعشيرة. انت مش قايل انها رئيسة العصابة؟ الله يخرب بيتك، هتوديني في 60 داهية. تصدق ان انت عيل غبي؟ ماشي. جايب البت دي منين؟ من الشارع. البت دي عاملة هبلة وبتشتغلك. لا أنا بت الشارع وتربية مقالب الزبالة يا ريسة. بت؟ وأنت هتعمليهم عليا؟ أنت فاكراني سامبو لهبل؟ لا ده إحنا ستات زي بعض. تعالي لي هنا يا بت، تعالي. تعملي إيه بس؟ في إيه؟ إيه ده يا روح أمك؟ ده الكاسيت بتاعي، بحب أسمع أغاني عليه لما أبقى فاضية. وبعد خداع رجل عشيرة الجامبو سامبو المغفل، ولأن عينه زايغة زي كل الرجالة، هيخليني قابل رئيسة العصابة بتاعته، ودي بداية نهايته ونهايتها ونهاية مافيا أطفال الشوارع. اضحكي؟ طب أقسم بالله هموتك النهاردة. والنبي تتنيل. حاضر. ما تهدي، ما تعمليش غارة. الله. لو أنت كنت فاكرة يا بنتك إن هتعرفي تضحكي عليا. طب ده وحتة خرنج. الله ليه كده يا معلمة؟ اخرس يا باجم. ده انت طلعت خرنج يا سامبو. وانت ازاي تسكت لها؟ ازاي؟ انت مالكيش فيه. جرايه يا بت، انت فاكرة انك هتعرفي توقعي بينا؟ كان غيري كشتر يا حبيبتي. انت ما تعرفيش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ اكيد وباء ماشي على الارض، استغلي اطفال ابرياء، تعملولي جمعيات وفلوس من برة عاملالي فيها ست شيك. اهو ده بقى كلام الجرايد اللي لا هيودي ولا هيجيب وما بيأثرش فينا. تلاقيش يا ريسة، ان شاء الله بكرة الصبح هتكون صورتك في صفحة الحوادث بإذن الله. لا لا والنبي بلاش صفحة الحوادث، في صفحة الفنون ألطف. ايه رأيك؟ سوسان كلبالة، تعالى فكني بسرعة. ولا أقولك بلاش بلاش، امشي بسرعة، روح بلغ البوليس. مش امشي من هنا غير لو انت معايا. يا ريت يا كنبالة يا ريت، بس لو شافوك مش هتقدر عليهم لوحدك. انا مش لوحدي، انا جاي معايا مدد. اظهر الدار امان. سامح انت جاية تشتغلي ايه؟ انا جاية هنا اشتغلي مخطوفة. جملك انت ليه ما بلغتش البوليس؟ ما انا بلغت مراته.
وما ده وقت هزار يا سامح. قصدي بلغت كاميليا، وكاميليا قالت لحسين، وحسين جاي ورانا، وانت عارفه بقى الدنيا زحمه، البوليس بيتاخر. انا هنزل افكك، هنزل افكك. انزل لحد يشوفك. حاسب عايزك تتدقلج. انا ناقصه بلاوي. بالراحه بالراحه. انزل انزل بسرعه. طيب بص بقى. ايه؟ حلو قوي. ها؟ حلو قوي. شفتها في فيلم قديم. الله حلو قوي. هي لسه قالت حاجه. قولي الفكره. مش فاهمه انا، قولي لسه قلت حاجه. بصوا بقى، شايفين البراميل اللي هناك دي؟ اه. بتعرف تعوم يا سامح؟ اه بعرف. اه عوم بقى لحد البراميل. يا نهار خلاص خلاص بقى خلاص. شايفين البراميل؟ اه. والشويله الخيل دي شايفينها؟ ايوه. بس بس ما تكمليش، ابعتي نديها لهم واحد واحد. كده انت افتكرت الفيلم. ايوه بس عايز اقول لك حاجه، خلي بالك من رجعه قوطة. يا سلام. يا عيلة يا كل ولا يا عيلة يا كل. عايز موزع ملك ده. ولي يا ولد 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 ولي يا ولد. اتحموه. يلا تعالى هات ناولني يلا يا سعيد يا قطه. يا سعيد يا قطه. يا قطه ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ ولي يا ولد 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 ولي يا ولد. حسب النار يا قطه، النار يا قطه، النار يا قطه. يا سامح جاتك ليله في هبلك. نار ايه؟ مفيش نار اصلا. طب حاسب يا اخويا لو القصه تتحرق. كانوا بيعملوا كده. يلا يلا اللي بعده اللي بعده. هات يو هات يو. يا ماجد يا ماجد ماجد. وفي ايه؟ ولي يا ولد ولي يا ولد ولي. اسحب يلا اضرب يا ولي يا ولد ولي يا ولد ولي يا ولد. ادي 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 يا دبور يا دبور دبور. ولي يا ولد دبور. ايه ده ديناصور؟ اضربوه يا عيال. ولي يا ولد 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 ولي يا ولد. اديله يلا ولي يا ولد. حاسب النار يا طوطه، النار يا طوطه. الله يحرقك يا سامح، عرفتني. نار ايه؟ بس في ايه طيب؟ وانت عملتها يا كلبالة؟ اه عملتها. امسكهم بسرعة. كله يسلم نفسه، كله يسلم نفسه. اخيرا اخيرا وقعتوا في ايديا. ازيك يا مدام برديس؟ اناسة من فضلك. هنشوف الموضوع ده بعدين. يلا خدهم على البوكس. ايه؟ ولا؟ ايوه يا حبيبي انت اولهم. انا زميل كاميليا، انا زميل كاميليا. انت وكاميليا على البوكس. يا يلا يا ماما. ايه يا حسين؟ يا حسين كل ده عشان تيجي يا حسين؟ حرام عليك. ما نعمل ايه؟ كاميليا مراتي اصرت ما ينزلش من البيت الا لما اكل الحواوشي. الله يهدك انت وكاميليا. قلت ايه؟ حواوشي؟ اه. الله. طب طب جبت لي معاك حواوشي يا حسين؟ انا جعانه قوي. في البيت بتعالي يلا معايا ناكل هناك. طب تعالى فكني يا حسين، تعالى فكني عشان اجي معاكوا البيت والنبي. تعالى. لا مش هفكك. ايه مش هفكك دي؟ يعني هتسيبني مربوطه هنا يا حسين؟ انا ظابط وعملت عليا قبضت على العصابه. انت يا اختي صحفيه، فك نفسك بمعرفتك. ايه يا حسين؟ ايه علاقة ان انا صحفية بانك تفكيني دلوقتي؟ حسين حسين انت واقف في الكنبة صح؟ ها؟ ها؟ مين هيفكني؟ مين؟ ها؟ ولي يا ولد 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 ولي يا ولد. انتظرونا في مسلسل يوميات دودة مبروسة قوي الجزء الثاني بطولة ديدي. ديدي مين؟ ماشي ديدي. انتظرونا في مسلسل يوميات دودة مبروسة قوي الجزء الثاني بطولة داليا البحيري واخراج احمد نور. كل سنة طيبين. التحية دي لمعلم دسوق الرفاعي. معلم اصل الرفاعي اللي هجيب حق المعلم دسوق الرفاعي. المعلم دسوق الرفاعي حقه هيرجع. وفردوس عبد الحميد عمرها ما هتزعل. ولا عيني
لازم تشوف محمود. يا نهار ابيض. جمعة. يلا عرين. بالراحة ده ايدي. عرينو. احمد حسن معاك كريم. كريم 1 اور بيكوز وي هاف هير 15 اور 16 ان فلات. انتظرونا في مسلسل يوميات زوجة مفلوسة قوي الجزء الثاني بطولة دانيا البحيري اخراج احمد نور. يا رب يعجبكم. يعني يا فرستي كات.